السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر كاع المتتبعات ديالي وكنشكركم بزاف بزاف، بالاخص الناس ديال الجزائر. من هنا كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم. واليوم غنشارك معكم غدا فسطاح معتبر، غدا صيفي كيجي رائع بزاف، وفي نفس الوقت كنبدلوا الجو شي شويه. وهانتوما معايا وشكرا على المتابعة. كي كتشوفوا بديت باللحم، غنشويها في الفخر. ألد حاجة وأحسن حاجة هي تشوي فوق الفخر. بالنسبة للشوية ديال الضو ما كتعطيش شي نكهة زوينة لا في اللحم لا في حتى حاجة. المذاق كيكون شوية باسل. احسن حاجه الفخر. نسد في اللحم كتشوفوا استفت الكيسان ديال المناضه لي سالاد. بدلنا الجو شي شويه، هاكا طلعنا للسطح. كتحس براسك بلي بحال الا بدلتي الجو، بحال الا خرجتي، بحال الا وفي نفس الوقت حتى الشهيه تكون يا سلام. ايوا بنادم يبقى مره كتشوفو يبدل الجو شي شويه، والحمد لله. الطبله تكون متوله مقادة، شوية الزيتون، مهم غدا صيفي 100% خفيف ظريف. كيف هي الجرايد؟
كي كتشوفو من بعد ما وجد الطبلة الكتلة توا وجد، بقات غير الكفتة هي غطيب، والغديوة تكون 5-5.